الحاجة الوحيدة اللي احنا كلنا نفسنا فيها كلنا عايزينها هي الحجز السعادة. فيها ايه لو ضحكت؟ لا لا لا، انا عندي مسؤوليات وشغل وضغط، انت مش عارف انا عندي ايه. انا عندي اولادي ومراتي ومصاريف. ده الرسول صلى الله عليه وسلم كان على ظهره الامة كلها. ما تقنعنيش اللي انت عندك مسؤوليات اكتر مني. كان على ظهره الامة وكان بيضحك برضه. الرسول اصلا قالك لو ضحكت في وش اخيك صدقة. علميا اصلا لو انت ضحكت مخك بيفرز حاجة اسمها الاندروفين. الاندروفين ده اصلا مفروض وسطه اللي هو بيقلل نسبة الكوليسترول عندك في الدم. فالابتسامة اصلا او الضحك مفروض بتزود محبة الناس ليه. ففيها ايه لو ضحكت؟ ابتسم.